هذه الرياضة تسمى رياضة الرماية ظهر الخيل، وهي رياضة تاريخية يعود عمرها إلى مئات السنين. كانت تمارس قديمة كرياضات حربية، والآن نمارسها كرياضات نشارك فيها في بطولات سواء محلية أو دولية. أنا الفارسة نورة الجبر، فارسة ومدربة معتمدة في مجال الرماية على ظهر الخيل والتقاط الأوتاد. منذ أن كنت في 9 من عمري في شواطئ مدينة الخبر في دولة السعودية، من هناك ابتدأت طبعاً رحلة حبي للخيل، وبعدها طبعاً دخلت إلى معاهد مختصة في تعليم الفروسية، ومن ثم طبعاً تطورت المهارات تدريجياً من مهارة الرماية ظهر الخيل والتقاط الأوتاد وتعلم فنون السيف. كمواطنين المملكة العربية السعودية، علاقتنا بالخيل العربية هي علاقة وطيدة، يعني منذ أن بدأ العرب ظهورهم على هذه الجزيرة وهم متعلقين بالخيل تعلق مميز، تحديداً نعامله كفرد من الأسرة، يعني لا ننظره نظرة حيوان. مجال الفروسية ما كان هو التحدي بحد ذاته قد ما كان دخولي في المهارات من على ظهر الخيل هي كانت التحدي الفعلي، يعني كانت شبه منعدمة من المملكة العربية السعودية بالنسبة للفتيات، طبعاً مش لكونها ممنوعة قد ما أنها كانت جديدة على المملكة العربية السعودية. كنت أواجه صراحة تحديات في البحث عن المعلومة، لأنها كانت اجتهادات شخصية بحتة، واضطريت طبعاً أني أسافر إلى الخارج حتى أحصل على المعلومات المتعلقة في تعلم الرماية على ظهر الخيل، ومن ثم إحضارها إلى المملكة العربية السعودية. الحمد لله مثلنا الحمد لله أنا وزميلتي المملكة العربية السعودية كأول فارسات للمنتخب السعودي لالتقاط الأوتاد في دولة الأردن، كانت البطولة الكبرى النسائية، وكانت مشاركات من أكثر من 11 دولة في هذه البطولة. الحمد لله حققنا مركز جميل، اللهم لك الحمد كأول مشاركة. المشاركات أو التي تعلمنا هذه المهارة مؤخراً ازدادت بشكل ملحوظ، وهذا شيء الحمد لله مؤشر جيد في مجال الفروسية. جميل لما الإنسان يجد له مهارة أو يجد له هواية يطورها وينميها ويقضي وقته في تعلم المزيد منها، لأن سبحان الله لما تدخل الفتاة دائما في مجال الرماية ظهر الخيل دائما تحاول تعلم المهارات التي تتليها. أنا دائما أقول للمرأة العربية والمرأة السعودية، أنت قوية، استثمري وقتك في المكان الصحيح. أنا عمري ما تخيلت أني أنا أكون رامي على ظهر الخيل ولا أتقن أي مهارة من على ظهر الخيل، لكن سبحان الله جربت تعلمت واتقنت، ومثل ما أنا أتقنت أعتقد أن الجميع يستطيع.